يهدف مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال إلى تطوير إنتاج الزيوت النباتية، زيوت الصويا، الكولزا وعباد الشمس، وكذا إنتاج أعلاف للحيوانات والماشية عالية الجودة في الجزائر. يقع مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال في بجاية، وهي منشأة مجهزة بأحدث التقنيات تتقيد بمعايير دولية صارمة فيما يتعلق بالسلامة الغذائية، وهذا يسمح بإنتاج زيوت نباتية عالية الجودة وأعلاف للحيوانات غنية بالبروتينات. تمر عملية إنتاج الزيوت المستخلصة من البذور الزيتية بخمس مراحل أساسية. المرحلة الأولى يتم فيها تنقية البذور بعناية كبيرة لإزالة جميع الشوائب والأجسام الغريبة غير المرغوب فيها. المرحلة الثانية يتم فيها معالجة مسبقة للبذور تحضيراً لعملية استخلاص الزيت، مما يسمح بالحصول على أفضل مردود. المرحلة الثالثة استخلاص الزيت مثل استخدام المذيبات والضغط الساخن والضغط على البارد والطرد المركزي. تسمح هذه العمليات بفصل الزيت عن البذور وتحويلها إلى أعلاف للحيوانات مع الحفاظ على خصائصها الغذائية. المرحلة الرابعة تتمثل في التكرير، فبعد استخلاص الزيت من البذور يخضع لعملية دقيقة لإزالة الشوائب والأجسام الغريبة غير المرغوب فيها، مما يضمن زيتا نباتيا نقيا عالي الجودة جاهزا للاستهلاك. وكمرحلة أخيرة يتم تعبئة الزيت بعناية في عبوات مناسبة للحفاظ على صفائه ونكهته. بالإضافة إلى ذلك يتم إجراء فحوصات صارمة لقياس مستوى الأحماض الدهنية الحرة، وهو مؤشر جودة أساسي. بالإضافة إلى إنتاج الزيوت عالية الجودة المستخلصة من البذور الزيتية التي يتم زراعتها محلياً، فإن مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال سيسمح بخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، وكذا تطوير الزراعة في الجزائر من خلال دعم الزراعة المحلية وتوفير المنتجات الغذائية للمستهلكين. سيكون لهذا المركب دوراً حيوياً في مجال الصناعة الغذائية الزراعية في الجزائر.